بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. تحية معطرة بالصلاة على محمد من حرم الإمامين الجوادين عليهما السلام. ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. يتجدد العزم بخطوات واثقة في إطار الحركة العمرانية، تواصل ملاكات قسم الشؤون الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة بوتيرة متصاعدة في أعمال مشاريع العتبة الكاظمية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مشاريع كثيرة يقوم بإنشائها قسم الشؤون الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة للنهوض بالواقع العمراني في هذه البقعة الطاهرة على محاور مختلفة. يقوم قسم الشؤون الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وبجهود حثيثة ومتواصلة، هدفها تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام. ومن هذه المشاريع إكساء الصحن الداخلي بمادة المرمر الثاسيوس أبيض اللون، والذي يمتاز بامتصاصه للحرارة بحيث يكون معتدل الحرارة في فصل الصيف، وهذا المشروع يتضمن تهيئة البنى التحتية له، والتي تشمل إنشاء نفق للخدمات على محيط الصحن الشريف، إنشاء مسقفات بنوع الكيسبان للصحن الخارجي للإمام علي، مما يوفر فضاءات مناسبة لاستراحة الزائرين مع جميع الخدمات المتعلقة بها. وإن الهدف الأساس من هذه المشاريع العمرانية هو توفير أكبر قدر من الراحة للزائرين الكرام المتوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة، وهو الهدف الأول الذي تسعى لتحقيقه الأمانة العامة. تهدف هذه المشاريع إلى إعادة تنظيم الخدمات وخلق مساحات عبادية جديدة تخدم زائرين الإمامين الكاظمين عليهم السلام. من هذه المشاريع مشروع إعادة تأهيل وتنظيم صحن صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، حيث مر هذا المشروع على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط والتصميم، هذه المرحلة تم إنجازها بالكامل. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة اللي إحنا بها الآن. يشمل هذا المشروع إعادة تنظيم خدمات التفتيش والأمانات والكشوانيات، إضافة إلى نصب مظلات ثابتة ومتحركة جديدة، إضافة إلى إعادة إكساء صحن صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بالكامل، حيث تبلغ مساحة الصحن 15,000 متر مربع. خبرات وخطوات ومشاريع ترى النور بسواعد خدم الإمامين الجوادين عليهما السلام، الذين أفنوا حياتهم من أجل خدمة زائري سادتهم ومواليهم، فهم يسخرون جل طاقاتهم من أجل توفيرها لهم. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان الصحاف. قوافي ولائية في مدح سيد البرية تحت هذا الشعار أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة المهرجان الدولي السنوي الثامن للشعر العربي في العتبة الكاظمية. تفاصيل أكثر مع الزميل علاء الأنباري. على أرض الصحن الكاظمي الشريف أقيم المهرجان السنوي الدولي الثامن للشعر العربي، والذي يعد مسك ختام النشاطات التي أقامتها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة احتفاء بمناسبة المولد النبوي المبارك. في هذه الليالي العظيمة، ليالي الخير والسرور، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مهرجان السنوي الثامن للشعر العربي تحت شعار من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله كل خير. هذه الفعاليات أقامت داخل العتبة الكاظمية المقدسة، حيث شارك العديد من الشعراء من داخل العراق وخارجه، من عدة دول قريبة إلى العراق، من الأردن والكويت والبحرين. هو خيمة حاطت بكف مرادنا وتجددت كالغيم والزهر الندي، فإذا تعطرت الحروف بذكره
23 شاعرا وشاعرة من داخل البلاد وخارجها شاركوا في هذا المهرجان، حيث اجتمعت القوافي وتناثرت القصائد التي تشرفت حناجر الشعراء بإلقائها في حب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شرفنا اليوم بالمشاركة في المهرجان الشعري في العتبة الكاظمية، وكانت هذه المشاركة أول مشاركة، وهي مشاركة الحقيقة تعرفت فيها على شعراء كثيرين من دولة العراق والأردن، وسعدت صراحة كثيرا بهذه المشاركة. قصيدتي بعنوان سر الكمال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أشكر العتبة الكاظمية على هاي الفرصة أنه نتواجد بهذا المكان الرائع وهاي الأجواء العظيمة، ونمدح سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أجواء روحانية وأجواء يعني خيالية ما يتصورها الوضع، أنه الإنسان أنه يقرأ قصيدة في مدح الرسول في هكذا مكان جنة عدن. الحمد لله على هاي المشاركة والالتقاء بالأخوة الشعراء والأدباء. مهرجان الشعر العربي الذي يقام حاليا في العتبة الكاظمية المقدسة هو إطلالة رائعة على الشعر العربي بما تضمنه من شخوصه من الشعراء ومن الجهة التنظيمية. فشكرا لرسول الله، وبالبداية شكرا لله وشكرا لرسول الله وشكرا للإمامين على هذا التوفيق كوني أحد الشعراء المشاركين في هذا المهرجان. البلاغة وقوة اللفظ وعمق المعنى من الصفات التي تجتمع في الشعر العربي القديم والحديث، لذلك يعول العرب على الشعر لحفظ تلك المآثر. والمهرجان الشعري الذي أقامه خدم الإمامين الكاظمين عليهما السلام ما هو إلا دليل على نقل مآثر وفيوضات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. ولشموع العلم والمعرفة حديث مختلف. بعد أن كرمت ممثلية المرجعية الدينية في الكاظمية المقدسة الطلبة الأوائل على بغداد، قررت أن تكرم الطلبة الأوائل على العراق. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مئة وخمسة وسبعون متفوقا من جميع أرجاء بلدنا الحبيب جمعتهم عناية ممثلية المرجعية الدينية العليا في مدينة الكاظمية المقدسة للاحتفال بهم وتكريمهم، تزامنا مع ولادة سيد الخلق رسولنا الكريم وحفيده صادق القول والعمل. بمناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الصادق، احتفلنا بتكريم متفوقين ومتفوقات، وكان آخر احتفال اليوم احتفالا بتكريم المتفوقين والمتفوقات في البكالوريا السادس من العراق كله، فعلا نحن استضفنا الأول مكرر على العراق، لأنهم يشكلون 176 متفوقا. نريد أن نركز في أذهان الجميع أن العلم والتخصص عمود للتقدم والتطور والنهضة، وأننا جميعا يجب أن نتعاون على البر والتقوى. يقام تكريمهم ويحتفى بهم تشجيعا لهم ولجهودهم وجهود عوائلهم في هذا التفوق، وهو منهج مرجعيتنا الدينية العليا في رعاية العلم والعلماء لكي يتقدم هذا البلد وينهض ويزدهر. وقد كان المشروع الثقافي لشباب العراق إسهاما في هذا المهرجان في رعاية العوائل ورعايتهم ونقلهم من محافظاتهم واستضافتهم هنا. وعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن سعادتهم بهذه المتابعة والاهتمام الكبير وما لاقوه من استقبال وحفاوة كبيرة من قبل ممثلية المرجعية الدينية العليا. أول شيء حاب أقدم شكري إلى ممثلية المرجعية حسينية آل ياسين على هذا التكريم الحلو، وإن شاء الله كل الطلاب توصل مثل ما وصلنا الأول على العراق. طبعا أول شيء تحط أهلك قدام عينك، يعني إذا ما أهلك يعني هم قدوتك وكل التضحيات اللي قدموها إليك. ثاني شيء
إذا ما تخدم وطنك كل من تخدم، هي هاي أهم شيء، أهم شغلتين بالسادسة إعدادي. السلام عليكم، أنا اسمي منار مرتضى محسن قزار من محافظة النجف من الثانوية المتميزات، الحاصل على المرتبة الأولى على العراق بمعدل 99.86 ومعدل كلي 102. طبعا الشعور بالنجاح أحلى شعور الإنسان يشعر به في حياته كله، وطبعا أشكر أهلي وعائلتي ومدرستي وأساتذتي وكل الناس اللي كان لهم إسهام بهذا النجاح اللي أنا بيه هسه. تشجيع الجيل الجديد على طلب العلم والتفوق أكاديمياً وانتشاله من حافة الهوية الثقافية ما هو إلا جزء من أهداف المرجعية الدينية العليا وممثليتها في مدينة الكاظمية المقدسة، لأنهم النواة الأولى لبناء المجتمعات المتحضرة. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. تواصل وحدة الصحيات التابعة إلى شعبة النظافة في العتبة الكاظمية المقدسة نشاطاتها التطويرية لتقديم أفضل خدمة للزائرين الكرام. تفاصيل أكثر مع زميل علاء الأنباري. استنفرت ملاكات وحدة التأسيسات الصحية جهودها من أجل إدامة وصيانة الحمامات والمرافق الصحية داخل وخارج العتبة المقدسة لتوفير الخدمات للوافدين إلى هذه المدينة المقدسة. بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ومن الأعمال التي تقوم بها وحدة التأسيسات الصحية وهي متابعة وإدامة الصحيات الخاصة بالعتبة داخل العتبة والخارجية، وهي إدامة دورية ويومية من تبديل الحنفيات والصوندات كافة ليكون يعني استمرارية عملها بصورة جيدة. وأيضا من الأعمال الخاصة بالتأسيسات الصحية وبعد التوجيه من الأمانة العامة بإدامة عدة مدارس من ضمن الكاظمية ومن ضمن خارج الكاظمية، وأيضا مستشفيات مستشفى الكاظمية ومستشفى الأسنان الخاصة بالكاظمية أيضا تم إدامتها وصيانتها صيانة الصحيات كافة. وتتم متابعة المواد الصحية التالفة أو المستهلكة أثناء استخدامها في الحمامات وبشكل دوري ومستمر من قبل خدم شعبة النظافة ليتسنى استبدالها من قبل العاملين في وحدة التأسيسات الصحية. بعد انتهاء أيام الزيارة الأربعينية المباركة باشرت ملاكات شعبة النظافة بالتنسيق مع أقسام العتبة المقدسة لتأهيل الوحدات الصحية الخدمية الخاصة بالزائرين الكرام وإعادة تأهيلها وإدامتها لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام بالتعاون مع القسم الهندسي التابع للعتبة المقدسة ووحدة التأسيسات الصحية، خدمة للزائرين الكرام الوافدين للعتبة المقدسة فضلا عن تهيئتها للزيارة الرجبية القادمة. ويسعى خدم موسى والجواد عليهم السلام من خلال تضافر جهودهم إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المتشرفين بزيارة هذا المرقد المقدس. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. من أجل إضفاء روح المودة ومد جسور المحبة، زيارة وفد مؤسسة العين الطلابي إلى العتبة الكاظمية المقدسة. تفاصيل أكثر مع الزميل علي الصحاف. تشرف وفد من الطلبة المتفوقين الذين ترعاهم مؤسسة العين لرعاية الأيتام بزيارة العتبة الكاظمية المقدسة والنهل من بركات الإمامين الجوادين عليهم السلام المادية والروحية. حسب توجيهات الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وبالتنسيق مع قسم العلاقات العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، تم استقبال وفد من مؤسسة العين لرعاية الأيتام. الوفد متكون من طلاب المتفوقين في الدراسات المنتهية، وتم استقبالهم والتجوال داخل العتبة الكاظمية المقدسة والزيارة والتبرك بزاد الإمامين عليهم السلام وتوزيع بعض الهدايا. وتكون الوفد من مجموعة من الطلبة المتفوقين من مختلف محافظات العراق الذين ترعاهم هذه المؤسسة، وعبر الطلبة عن سعادتهم وامتنانهم لهذه المتابعة المباركة. تشرفت مؤسسة العين الرعاية الاجتماعية بحضورها إلى
العتبة الكاظمية المقدسة في لزيارة بحضور مجموعة من الطلاب المتفوقين والمتفوقات في مختلف المحافظات من البصرة والمثنى وذي قار وكربلاء والنجف الأشرف، إضافة إلى بغداد وكربلاء والديالة وكركوك وتل عفر. وتم تنسيق مع العتبة الكاظمية المقدسة أن يكون وجبة الضيافة في دار الإمام موسى الكاظم عليه السلام، إضافة إلى الزيارة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. من هذا الحديث المبارك تنطلق مؤسسة العين لتشجيع الأيتام على طلب العلم والتفوق في ميادينه كافة، لأنه سلاح الأمم الوحيد في الارتقاء والتطور. لبرنامج هنا الكاظمية علي أركان الصحاف. مشاهدينا، قبل ختام هذه الحلقة هنالك تقارير مصورة، فنشاهد وإياكم هذه التقارير. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا الكاظمية. ألتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله.